سير اخويا مسعودي بوزيان، كنسكنوا هنا في دوار عين الجمعه، وعندنا هذا المشكل جابته حطاته هنا ليديك والجماعه والعماله. شنو حطوا لكم؟ حطوا لينا واحد الحفره ديال الواد الحار وخلاوها متقوبه، ودابا ضربت لينا الفرشه المائيه، مشاو لينا البيار هنا، ضربت الجامع هو الاول، ها هو قدامك، وضرب هذاك البير، وضربوا البيار ديال ولاد عمي، وحنا دابا في واحد الحاله لا اله الا الله. انتم تقريبا ديال الساكنه اللي تضررت؟ وراه كاينه تقريبا واحد، راه كاين الساكنه تقريبا، كاين واحد 800 دار هنا اللي كاين. شحال تقريبا الابار اللي ضاعت لكم؟ تقريبا كاينين شي خمسه البيار هنا ديال هاد السيده، هي هنا قدامنا، وعندي البير ديالي وديال ولاد عمي، وكاين واحد البير ها هو هنا في الجامع. راه الناس دابا ما لاقين حتى باش يتوضوا. الابار كنتو كتشربوا منهم؟ كنا نشربوا منهم، كنا نوردوا منهم، كنا نسقيو منهم، ولكن دابا راه حنا ما شاء الله دابا كنسقيو الماء، نجيبوه بواحد المسافه باش نشربوا. ودابا الحمد لله نطلبوا الله تعالى ان هاد الناس يديروا لنا شي حل ويصلحوا هاد المصيبه اللي داروا. كنتم علاش سمحتونا في الاول يديروها؟ حنا في الاول قالوا لينا ودي غادي ندير واحد البسان وغادي ندصوه وغادي تعود تجي ستيرنا من شهر شهر او من سيمانه لسيمانه تنكسو، ولكن هذاك الشيء ما كاين منه والو. ملي داز واحد ربع شهور ولا خمسه ضربوا البيع، ودابا حنا مشينا للعماله، درنا شكايه في العماله، درنا في القياده، درنا في الجماعه المياه والغابات، ولكن باقي حتى حاجه ما كاينه. انا كنسكن في دوار ولاد سيدي مسعود حدا الحفره، عندنا البيار، عندنا الحمام ضربوه، عندنا الجامع ضربوه، دابا الحفره عامين وما عمرت ما والو، باقا خاويه. ودابا حنا شنو كتشربوا انتم؟ شنو كتشربوا؟ حنا دابا كنشربوا من البيار. باقي ما عطاوناش الماء ديال ليديك، مازال ما عطاوش الماء. كانت كنسقيو بالبهيم. بعيد عليكم المسافه؟ شويه، ماشي بزاف ولكن شويه. حنا كنسقيو، عندنا الطوموبيلات، عندنا كنسقيو بالطوموبيله. هاد المياه واش كتشربوا منها؟ كانت حاره. كنشربوا منها، كنعاونوا بها، كل شيء حتى حاجه ما بقات، والمحلو ماشي حار. حنا محلو، دابا هاد الحفره هي اللي دارت لنا الشيء كلشي. دابا عامين، عامين وما فيهش نقطة الماء، باقا خاوية، كاين الماء كيمشي للبيار. باش كطالبوا انتوما؟ دابا كنطالبوا بالحفرة يسدوا، يديروها، يديروا لها، يصلحوها، الحفرة يصلحوها، يديروا لها. ولا يجروا الواد الحار، المهم يصلحوها، المهم يصلحوا لنا الحفرة. مسعودي حمزة، منطقة بوسكورة، عين الجمعة. أسيدي اليوم جينا نهضروا على واحد المشكل، واللي مشكل واعر بزاف، ضرنا وضر الدوار كامل وضر الناس كاملين. ليديك جات دارت لنا واحد الحفره هنايا باش تجمع، دار الطواليطات شحاشاكم باش تجمع لنا الماء. ما عندناش الواد الحار، كان عندنا مشكل. جاو داروا لنا واحد الحفره، هذيك الحفره سيدي ما داروش لها الدص، ولاش كتسرب لنا الماء للبيار. وعندنا حنا شي خمسه البيار هنا ولا سته كاملين تضربوا لنا دوك البيار، ولات فيهم ريحه التيد وريحه الصابون. عندنا الماشيه وعندنا البهيم، البهيم ديالنا عطشوا ما لقاو ما يشربوا، وحنا ولينا كنمشيو لبلاصه بعيده باش كنشريو الماء باش نشربوا، وعندنا البيار ديالنا وسديناهم. يعني واحد المشكل اللي قوي بزاف. الله يرحم لكم الوالدين، كنطلبوا من الناس المسؤولين يجيو يشوفوا لنا هذا المشكل. وليدات صغار ما لقاو ما يشربوا عطشوا، وعندنا عباد الله البيار، وعندنا البيار ديالنا جوج ما بقيناش مستافدين منهم. هذاك البير سديناهم، علاش؟ ولاو هذاك البير خانزين، ولات فيهم واحد الريحه خانزه. جاو قلبوا هذاك الماء، داو المختبر، هذاك الماء مضروب، والماء كحل، الماء كحل خانز، ولا مابقاش يعني البهيم، البهيم حاشاكم مابقاش باغا تشربوا، يعني عاد بنادم واش غيشربوا؟ مابقاش واش كتسقيو به كاع؟ ومابقاش لصالح لا للسقا لا للشريب لا حتى شي حاجه، ولا الواد الحار. يعني هذه الحفره ما قريبه لنا البير، هذاك الماء اللي فيها كامل كيمشي لنا البير. وهاد الحفره داروها تقريبا كتهز واحد 30 طن، يعني الدوار تكون في واحد 600 دار 700 دار، يعني كل دار كتستهلك واحد مشيطرو في النهار، يعني كاين واحد 60 طن في النهار ديال الماء. يعني 60 طن واش تهزت الحفره؟ معمره دابا عام تقريبا، هي باقا خاويه. هانتوما تصوروا وغتشوفوا باقا خاويه. يعني بغينا نعرفوا هاد الماء فين كيمشي، يديروا عمليه حسابيه وشوفوا هاد الماء فين كيمشي.
جاو قال لك حق قال لا ماشي من الحفره. وسيدي منين؟ وسيدي ملي ما كانش هاد الحفره ما كانش هاد المشكل، وكان البير ديال الجامعه هو هنايا كان من احسن البير ومعروف بوسكوره، كان فيه الماء واعر، هذاك البير سدوه حتى هو، الجامع ولينا كنمشي نجيبوا ليه الماء من بلاصه بعيده باش يتوضاو الناس، ما بقاش حنا وعباد الله حنا ما بقاش نتوضاو، ما بقاش صالح لا للوضو لا للعمال لا للشريب لا حتى شي حاجه. يعني كنطالبوا من الناس يجيو هاد الحفره يجيو يصلحوها، حنا بغينا كنطالبوا منهم ماشي يحيدوها، يديروا لنا الدص يدصوها باش الماء ما بقاش، يديروا لها حل، حنا بغينا يديروا لها حل. علاش؟ حيت بغينا نعرفوا هاد الماء فين كيمشي، علاش هاد الحفره واش الا درنا شي شارج مثلا وبقينا كنكبوا فيه اليوم 50 متر واليوم 100 متر واش غيعمر ولا ما غيعمرش؟ غيعمر، يعني هادي ما عمرش، بغينا نعرفوا هاد الماء فين كيمشي، الحال قريب ما كنبعيش بزاف. وشو داروا هاد الحفره ما عرفتش علاش، وهاد الحفره داروا لها فيلتراج، داروا لها فيلتراج حداها، داروا حفره كبيره وجو حداها داروا جوج صغارات، دوك جوج صغارات هي اللي كتصفي الماء وكتشرب، يعني هذاك الماء كامل كيمشي لنا للبير. يلا دابا نوريكم الفيديو غتشوفوه، جبدنا البومبه باش نصيبوا القناه، لقينا العيون ديالها تسدوا بهذاك الوسخ حاشاكم، وهذاك الماء لقيناه ولا كحل، والتيو لقيناه بحال دهنوا بلا كريس كحل. اش كديروا به ذاك الماء دابا؟ ما كنديروا به والو، ما بقاش كنستعملوا صافي، كنا كنديروا الفلاحه سقينا به الخضره ولات الخضره ولات صافي تحرقت ضربش ولات هذيك الخضره محروقه، بقى صالحه للماكله. يعني بير جبير ب 20 مليون باش طالعين علينا وحنا سادين بالرخصه. وهاد الناس راه تلويت المياه الجوفيه، عشان تلويت المياه الجوفيه راه ماشي حنا، راه ناس اخرين ما عارفينش هاد المشكل، بلاصه اخرى كيمشي ليهم هاد الماء وتما غيشربوه وما عارفينش، عرفتي شنو تخريب الدوله هذا عباد الله، راه حشومات هذا، راه مصالح الدوله وراه الله هو الصانع للماء، لقد جعلنا من الماء كل شيء. وسيدنا كيتكلم على الماء بزاف، قال لنا حافظوا على الماء وما تضيعوا، هاد الناس راه كيضيعوا في الماء، هاد الشيء بغيتو يشوفوا سيدنا، يا ربي يشوفوا سيدنا. كنقول لهم الله يرحم لكم اقرب وقت خصكم تجيو تصلحوا هذا، راه مشكل كبير، مشكل راه الناس ما لاقيه ما تشرب، بلايص اخرى راه كيمشيو يضربوا كيلومترات على الماء، وحنا عندنا الماء وكيداير. راه وليدي تكرفسنا، ماتينا تصلينا، ماتينا عقصنا علينا موعمنا، ماتينا ولي شربنا مويها، احنا كنموتوا وليدي، احنا وليداتنا، وليداتنا مرضوا لينا وديناهم في السبيطار وجبناهم وخسرنا عليهم زباله فلوس، بهاد هاد 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 المصيبه داروا لينا، راه حشومه عليهم، راه حشومه عليهم وعايب على الله عليهم، داينا بحال هكا، جاو ماتينا نتوضاو، ماتينا نصليو، ماتينا نقصوا علينا مويها، ماتينا نقصوا حويجاتنا ما والو، تكرفصنا وتعذبنا. ولا جاك العطش كديري؟ لا جا العطش كنهز هز بوي ساعة ما نمشي سيدي جي ونقعد، شحال من كولونتي كنجي لك مويها نشربها، حق الله العظيم ودي ربي فوق منا، راه حشومو وحشومو وعيب، لا نسال سيدنا لا ما يشوف فينا. شنو تقولي للمسؤولين على هذا الشيء؟ ها؟ وليدي المسؤولين اللي داروا هذا الشيء شنو تقولوا لهم؟ وكنقول لهم حشومة على خسرنا البير وخسرنا خلونا فين ندير؟ حنا قاعدين لا عمال لا ما نتغدى لا نصلي ولا والو، ما قاعدين ما نموتوا بعطش. صار موت بعطش يا وليدي، وليداتنا مرضى ودينا قلنا لهم خسرنا الزبالة على زاد الفلوس، خسرنا عليهم الزبالة حتى جبناهم، شربوا المكروم شربوا المكروم. ثاني زيارة شنو المستجدات اللي كاين عندكم؟ المستجدات خويا حنا راه تنعانيو، حنا راه مكرفسين حنا وليداتنا، باقي ما كاين حتى حاجة، راه اللي جيتي طلع علينا تيقول لك بركة في راسك، حتى حاجة ما كاينة. هاد الناس باقي اودي شي راه خطيره، شي راه خصهم يدخلوا في اقرب وقت، شي راه الضرب دابا وما شارجوش وحنا تنعاني وباقي تنشكيو وباقي تقول تسناو نديروا لها حل، الحره باين يجيو يسدوا هذاك الحفار اللي داروا يسدوا ما يخليو الحفره اللي مدصه يبقى يخوفوا فيها يحلوا المشكل. وضعتوا شكايه بالجماعه؟ وضعنا شكايه العماله والجماعه والقياده والمشاويه والمياه والغابات وباقيين تنشكيو وباقي شكوى الله. هاد الناس راه صافي، هاد الناس راه ما هاد الناس ما تيحترموش المواطن، هادشي اللي داروا الاجراءات ديال الدعوه اخرى. حنا عطينا دابا المحامي دابا راه غيتبع يدير تبع المسطره ديالو. اه راه خداه، عطيناه الاوراق اخويا، عطيناه كاع الشكايات، عطيناه دفعناهم ليه باش يديروا معنا شي حل هاد الناس على الاقل. انتم تطلبوا دعوه مباشره بالجماعه؟ الجماعه والعماله حنا باش يديروا لنا حل هادشي، هادشي راه حنا شي راه وقفنا، حنا تنشكيو ليهم باقي ما هاد الناس ما اعتبروناش حنا، هاد الناس تنمشيو لهم حنا لا شيء. انتوما مشيتوا للقضاء؟ مشينا للقضاء عام وحنا تنعانيو بلا ماء، ما عندكش الماء في الدار ما عندك حتى حاجه، راه المنبع الحياه هو الماء، ما عندكش الماء راه ما كاين والو. الجبير عندنا ضربوا جوج بيار عباد الله، جبير ما بقاش عندنا منش، وليديك ما عندناش الماء ديال ليديك، الماء ديال ليديك باقي ما عطاوناش الماء ديال ليديك، عندنا الماء ديال الجمعيه تيف غير في الليل تيكون بالنهار تيكون قليل لابريس ما كايناش كاع بالنهار، لا ما عمرتيش الماء البهايم في الليل ما يشربوا. بقاو البهايم بلا العطش وحنا تنمشيو نسقيو،
ولينا نمشيو نسقيو، كان عندنا البير ديال المسجد تنسقيو من وراه تو ضرب، ونطلبوا الله هو يدير شي تو ديال الخير هاد المنطقه هذه. حنا باقي عندنا شويه الماء في هاد المنطقه، ولكن راه جاو دمروها الناس الاعداء اللي ما تيخافوش الله، راه جاو دمروا هاد الشيء. راه لا يعقل باش الفرشه المائيه دار فيها الواد الحار عباد الله. شنو الخطوات التصعيديه اللي ممكن ديروا؟ والخطوات حنا دابا في حاله الا ما كاين حتى حاجه من 15 يوم غادي غنسدوا هذه الحفره، غادي نمشيو نسدوا هذه الحفره البيئه اللي داروا غنسدوهم، ولا جا شي حد بغى يحل لهم راه غطيح شروح تما. صافي هادشي اللي غادي يخدم. هادشي اللي ما كنتمناو. هادشي راه خويا راه حنا شحال وحنا صابرين باش يديروا حل. الساعه راه ما داروش معنا حتى الناس حل. هاد الناس راه كرفصونا ودمرونا ودمرونا ولادنا، دعيناهم الله الواحد الاحد ياخذ فيهم الحق. راه 2023 وباقي يديروا الحفاري عباد الله، وعمرهم كنا دصهم عمرهم بالحجر. راه لا اله الا الله يدير شي تاويل ديال الخير وصافي. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.